التقى جلالة الملك عبد الله الثاني مساء أمس في العاصمة الأمريكية واشنطن وزير الخارجية جون كيري، وبحث معه تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، خصوصاً ما يتصل بجهود تحقيق السلام ومستجدات الأزمة السورية. وأكد جلالته خلال اللقاء أهمية تكثيف الجهود للعمل على استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. كما جدد جلالة الملك التأكيد على ضرورة إيجاد حل سياسي شامل للأزمة ينهي معاناة الشعب السوري ويحافظ على وحدتها أرضاً وشعباً. استكملت اللجنة المسؤولة عن زيارة قداسة بابا الفاتيكان فرانسيس الأول إلى المملكة يوم السبت المقبل ترتيباتها، وقام رئيس الوزراء الدكتور عبد الله نصور بجولة تفقدية للمركز الإعلامي، فيما أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الدكتور محمد المومني الترتيبات النهائية للزيارة، والتي تشمل إقامة قداس في استاد عمان الدولي وموقع المغطس. دعا مجلس نقابة المهندسين منتسبي النقابة المضربين عن العمل في شركة مصفات البترول الأردنية إلى تعليق إضرابهم اعتبارا من اليوم، وذلك لاستكمال الاتصالات مع إدارة شركتهم وصولا لتحقيق مطالبهم المالية. ودعا المجلس كافة الجهات الممثلة للمهندسين العاملين في المصفاة إلى حضور اجتماع مجلس النقابة مساء اليوم لبحث الخطوات المقبلة بهذا الخصوص. دعمت الأمم المتحدة حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى إجراء تحقيق مستقل بشأن استشهاد شابين فلسطينيين على أيدي قناصة تابعين لقوات الاحتلال خلال الأسبوع الماضي. وقالت المنظمة الدولية في اجتماع لمجلس الأمن إن الطرفين تجنبا التصعيد في الأسابيع الماضية على الرغم من مواصلة الاتجاهات المثيرة للقلق، إلا أنه تم اعتقال العديد من الفلسطينيين وجرى استهداف آخرين بالقتل أو الإصابة خلال ذكرى النكبة.